نشكروا لا سوسيتي سيمينيس على هاد لا جورني. فري كنلقاو الناس نتعرفوا عليهم وكنتبدلوا دي زانفورماسيون مع لي سوسيتي مع هادشي. وبصراحه هاد لا فاريتي بالنسبه لنا حنا كفلاحه عجبتنا في الطوناج، لان 2.5 كيلو لا مويان سي ان بيكاب، يعني باش توصل واحد سيكون طوال الكتار يعني شي حاجه اللي كاين لي فاريتي اللي ما توصلوش. حكم المناخ والتربة وداك الشيء، والناس من اللي خداها يعني كيرجع يسول، ماشي يعني بحال شي سلعة أخرى شي زريعة أخرى كنا جناها ربما كتخرج يعني فالص يعني لا في المذاق لا في اللون ولا في داك الشيء. أما هذه الحمد لله بأنها غادي تكون عليها إن شاء الله يقبل وعندها مستقبل كبير إن شاء الله في المغرب. سيمينيس على هذا الجنة اللي دارت وعلى هذا الشيء الالتفاتة اللي دارت للناس، وهذا داخل في إطار باش ترقى المنطقة وفي إطار التوعية. والجنة كانت زوينة ومهم لا فاريتي الذهبية حتى هي مزيانة، لا من ناحية الجودة ولا من ناحية النوع ديالها ولا الكمية ولا حتى البروداج. وكنتمناو هذا النوع يزيد الفلاح من الانتاج باش يوصل للمبتغى ديالو. كنشكرو سيمينيس على هذا الالتفات. نشكروا الناس ديال سيمينيس على هاد لا جورني كانت في المستقبل. بالنسبه للذهبيه لا فاريتي الذهبيه فاريتي مزيانه، راه البروداج ما عندي ما نقول، اللون صفر الكاليبر كاين لوغو كاين